اللهم كما أدعوك لنفسي، أدعوك لمن أعزهم وأحبهم فيك، أن ترزقهم في كل خفقة قلب فرحا واطمئنانا، وفي كل طرفة عين مخرجا وأمنا واستقرارا، وفي كل دعاء استجابة ورحمة وغفرانة. يا رب أدعوك أن تحفظهم وتبسط لهم رزقهم وتغفر لهم ولوالديهم ولمن يحبون. صباحكم طاعة ورحمة وغفران. صباح الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كلكم. وبحبكم في الله. اليوم هنعمل فطاير بالجبنة، فطاير شكلها شيك جدا، عجينتها كمان قطنية وخفيفة، هتحبوها جدا. ممكن نعملها لأولادنا في المدارس أو تنفع كفطور، يعني إن شاء الله هتعجبكم. عندي إيه المقادير؟ عندي المقادير 2 كوباية دقيق و3 معالق زيت، وعندي 2 معلقة حليب بودرة، وعندي كمان 1 معلقة من الخميرة الفورية، وعندي رشة ملح، وعندي كمان بيضة، وعندي 2 معلقة سكر. طبعا انا مش هعمل العجينة معاكم علشان عملتها قبل كده، وهي طريقتها سهلة جدا وبسيطة. بنحط الدقيق وعليه طبعا الحليب البودرة وعليه السكر والخميرة، وبضيف كل المقادير دي وايه اقلبها كويس جدا مع بعض عشان السكر والخميرة يختلطوا مع بعض. وبعدين بروح ضايفة رشة الملح، واضيف كمان البيضة ونص كوباية مية، واعجنها كويس. المية على حسب العجن، يعني ما تحطوش مية كتيرة، المية بتكون على حسب العجن. واعجن كويس جدا مش اقل من 6 دقايق. بعد ال6 دقايق بروح حاطة ايه بقى؟ بروح حاطة 3 معالق زيت، 3 معالق زيت في الاخر. بحط 3 معالق زيت وبعجنهم كويس جدا، وبسيبهم في مكان دافي. طبعا لازم اغطي العجينة كويس جدا واسيبها في مكان دافي لمدة نص ساعة. بعد ما تختمر هقول لكم ازاي بقى نشكل العجينة. بعد ما اختمرت العجينة باخد بقى منها ايه؟ طبعا بيتضاعف حجمها، باخد منها قطعة قطعة، مش بفرد العجينة كلها. يعني هاخد قطعة على قدي اللي انا هعملها. هعملها عبارة عن ايه؟ هفردها وهعملها زي مستطيل، واقسم المستطيل ده لمربعات. يعني انا هعمل مثلا مربعين. اقسم العجينة بالسكينة بأي قطاعة عندك زي ما بتحبي. لو عندك القطاعة المربعة طبعا هيكون افضل، ما عندكيش خلاص بتحاولي تعمليها مستطيل، وبعدين تقسمي المستطيل ده لمربعين بحيث ان هم يطلعوا مظبوطين معاكي، ويطلع شكل يعني المربع. طبعا في الفطاير دي انا عايزه اعمل لها شكل معين، فانا جايبه قطاعه هوريها لكم طبعا بعمل ايه بيها. والفطاير دي النهارده احنا هنعملها بالجبنه. ممكن طبعا الاختيار تعملوها باي حشوه انتوا بتحبوها، عايزين تعملوا دجاج، لحمه، جبنه شيدر، اي حشوه انتوا بتحبوا تعملوها بتنفع فيها الفطاير دي، لان الفطاير دي بتطلع حشه جدا وخفيفه وقطنيه، وفعلا فعلا يعني طعمها لذيذ جدا. انا هحشيها اليوم، هحشيها جبنه بيضه، هحط لها زيت زيتون، ممكن نحط لها زعتر او سماق. طبعا احنا عارفين الزعتر مفيد جدا والسماق كمان علشان تركيز اولادنا، يا ريت ندخله في كل اكلاتنا هو وزيت الزيتون. وبحط عليها زيت زيتون زي ما انتم شايفين، وشايفين القطاعه دي معايا، هي دي اللي انا بستخدمها. ليه؟ هعمل بيها شكل، يعني لما نغير في المعجنات او نغير في الفطاير بتدي شكل كمان، والاطفال نفسهم بيرغبوا ان هم ياكلوها. القطاعة دي اهم شيء فيها اني لازم تحطيها في الدقيق كويس جدا علشان ما تلزقش معاكي في العجين. وتاخديها بقى تبدأي من النص كده، تبدأي تمشي القطاعة دي بالشكل ده علشان ايه؟ تعملي الشكل اللي انا عايزاه وبس. وبحوش بقى العجينة، شايفين شكلها ايه؟ بتعمل زي المثلثات في بعضيها كده، بتدي شكل حلو جدا، يعني شكلها لوحده مفرح. اساوي بقى الفطاير دي كويس جدا، واقص طبعا الزيادات علشان تطلع شكل الفطيرة معايا ايه؟ حلو جدا وشكله شيك. بقصه نفس المربع اللي انا عاملاه تحتيه علشان تبقى شكلها مربعة زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. شايفين شكلها ايه؟ شكلها شيك جدا. طيب بعمل ايه؟ انا بخلص كل كمية الفطاير بنفس الشكل كده،
وبحطها في صينية، وأدهن طبعا الوش بإيه؟ بالبيض. قبل ما أدهن الوش بالبيض لازم بعد ما أحطها في الصينية أسيبها تختمر كمان 10 دقايق كده. بعد ما خلصت الكمية وسبتها كمان اختمرت 10 دقايق، بدهن وشها بصفار البيض. صفار البيض حطله إيه؟ حطله شوية من النسكافيه وشوية حليب سايل عشان يكون معايا إيه؟ علشان تمنع زفارة البيض، أو ممكن كمان تدهنيه حليب مكثف لو هو معاكي. وبعد ما دهنتها بدخلها فرن، بيكون على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، أو ممكن تخليه من تحت وبعدين تولعي عليه الشواية، تقريبا يعني مش بتاخد إلا 10 دقايق. بعد كده بطلعها، لما أطلعها من الفرن بوريكم شكلها إن شاء الله. وهو ده شكلها معايا، بتطلع شيك جدا. طيب أعمل إيه؟ لازم أغطيها كويس جدا بفوطة بعد ما تطلع معايا من الفرن. ليه؟ علشان ما تنشفش معاكي وتكون قاسية. ويا ريت لو عندك فوطة محكمة وتغطيها كويس جدا، هتطلع معاكي لذيذة جدا جدا وطرية وهشة وعجينتها قطنية. ويلا نقدمها مع بعض بعد ما تبرد شوية. بقدمها بالشكل ده، شايفين شكلها؟ شكلها لذيذ جدا، طعمها كمان ألذ، وكمان بتكون هشة جدا، يعني عجينتها قطنية وهشة ولذيذة. ممكن تحطوها للأولاد معهم وهم رايحين المدرسة، أو ممكن حتى يفطروا بيها مع كوباية حليب. بتبقى طبعا وجبة متكاملة لذيذة، فيها الجبنة، الجبنة البيضة مهمة جدا جدا، لأن طبعا فيها الحليب أكتر من أي جبنة تاني، بيكون فيها الحليب مكثف يعني. أتمنى يا رب إن هي تعجبكم وتجربوها إن شاء الله، وبألف هنا وعافية عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله. أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.